كانوا يجيبون البنات ويغتصبوهم بالحرب. كنت خايفة كتير، لهيك اجينا على الأردن. اجيت عمري 14 سنة. أول ما أجينا من سوريا يعني على الطريق كان صعوبة كتير إنه الواحد يجيب المنتجات النسائية أو إنه يروح على دكتور نسائية. وقت اللي كانت تجينا الدورة وإحنا جايين على الطريق بس كنا نلبس أواعي فوق إنه ما يبين شي، وخلاص ما كنا ننظف حالنا ولا شي. صار معي التهابات ولحد الآن مأثر هالشي، لحتى رحنا على الزعتري لحتى صار يتأمن الأشياء هذه وأجينا له. صرت أحس حالي إنه زعلانة إنه ما عاد فيني أحقق أي حلم بدي بعد ما تركت المدرسة وأجيت له، وهون ما خلوني أكمل دراسة بسبب حكولي إنه بدك كتب على حسابك، رحت أجيب كتب طلبوا غالي الكتب علي. كنت حابة أني أروح على الجامعة لأني كنت حابة أني أصير طيارة. أنا تجوزت وكان عمري 17 سنة. أول مرة كنت خايفة كتير أنه كيف رح أمارس معاه هالشي أو أني كيف رح أشلح أواعي قدامه، لحد الآن إنه ما فيني أسوي هالشي. يعني أنا حامل بالشهر 9 وحامل بولد. أول شي ما كنت حابة أنا إنه أصير أم، ما بعرف هيك أشياء. أهله بدهم يعني إنه أجيب ولد، إذا مرض مسؤوليته علي، والفوط أنا اللي لازم أجيبهم، والحليب أنا اللي لازم أجيبهم. رحت عند الطبيبة النفسية، كنت أفوت على النسائية كانت تسويني تفحصني على الإيكو، تحكي له شو لازم أسوي وشو لازم أكل وشو لازم أشرب، وتعطيني الدواء إني لازم أخذه أنا. وقت اللي كنا بسوريا ما كان متوفر لنا أي شيء، يعني إنه نروح على عيادات مجانية لا. أحلامي وطموحاتي إني يجي البيبي بصحة وسلامة، وإني أربي تربية مليحة، وإني أخليه يصير بالمستقبل طيار.